السلام عليكم، معاكم احمد صبحي. تقدر بنفسك وانت في بيتك او تقدري بنفسك وانت في بيتك بدون ما تلجأوا لاي حد تصنعوا خلفيه 3D بسيطه جدا وجميله جدا تناسب جميع الاذواق. مش هنحتاج فيها غير قطعه كرتون وعلبه اسبراي ولزق. تابعونا للنهايه علشان تعرفوا الطريقه. ولو لسه اول مره تتفرج علينا، انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان تعرف اول لما يوصل فيديو جديد، واضغط على العلامة اللي هتظهر فوق دلوقتي فيها فيديوهات تعليمية، اتفرج عليها يمكن تفيدك. اهلا بيكم مرة تانية. دي ان شاء الله الخلفية اللي هنشتغل عليها، تابعونا للنهاية علشان تعرفوا الطريقة. في البداية خالص انا بجيب اللزق اللي معايا وباخد لزق عشوائي خالص، مش شرط الميل بتاعها، من زاوية الجنب من فوق، وبعدين بقيس 15 سنتي وبشد لزق تاني، وبعدين بقيس 15 سنتي تاني، باخد علام من فوق 15 سنتي وعلام من تحت، وبعدين بشد اللزق واكمل بقية الجنب كله بنفس الطريقة دي. طبعا الحاجات اللي انا شغال بيها اللزق والاسبريه هيبقى موجود في اي محل دهانات ومش مكلف جدا، والخلفية دي تقدر تنفذها باي مقاسات حضرتك عايزها مهما كان المقاس ايه. انا بس بعمل عينة علشان ابين لك الطريقة. ومن الجزء الثاني نفس الكلام، باخد لزقة وبعدين بعلي ب 15 سنتي ومن فوق 15 سنتي وبشد لزقة. تقدر انت تعملها 20 سنتي 30 سنتي زي ما تحب، مفيش اي مشكلة. المهم معايا ان انا اقسم الجنب مربعات سامبوكسة زي ما هو موضح في الفيديو بالظبط، وبكمل الجنب كله بنفس الطريقة. بعد ما خلصت الجنب بجيب قطعة الكرتون وباخد من نص المربع كده، بحط قطعة الكرتون زي ما هو موضح في الفيديو، وباخد علام من هنا ومن هنا، وبعدين بنزل لتحت واعمل نفس الكلام، اخد علام على قد المربع بالظبط، وبعدين بجيب مسطرة واوصل العلامات دي ببعضيها بحيث ان انا اعمل حرف اكس على قد المربع، واجي شايل الجزء اللي انا علمت عليه خطأ ده بأي قطرة او مقص اشيله، بحيث ان انا ابقى قسمت المربع ده نصين علشان دي اسطمبة اللي هنشتغل عليها ان شاء الله. بعد ما شلت الجزء كده زي ما هو موضح بالظبط، بعلبة الاسبراي وببدأ ارش رشة خفيفة جدا من فوق، بخة بسيطة، مش محتاج ان انا اتقل لون ولا حاجة، هي بخة بسيطة جدا اي حد يقدر ينفذها، وبعدين باخد بخة من تحت نفس الكلام بالاسبريه، مش محتاجين اي ادوات تانية ولا اي حاجة. تابعنا للنهاية علشان تشوف الفيديو النهاية عامل ازاي. بعد ما خلصت الجنب زي ما حضراتكم شايفين، بشيل اللزق بهدوء خالص زي ما هو موضح بالظبط في الفيديو، وبعدين بجيب قطعة كرتون تانية
وقطعها مستطيل زي ما موضح بالظبط، مش محتاجة شرح ولا حاجة، مستطيل أو مربع مش هتفرق. وبعدين عند التقاء المربعين ببعض بحط الاسطمبة وبرش باللون الأسود زي ما موضح في الصورة بالظبط، وبكمل باقي الجنب بنفس الطريقة. بعد ما كملت الجنب كده بجيب نفس الاسطمبة وبحطها تاني من جديد على المستطيل، وببدأ أرش جزء، إن كان شمال أو يمين مش هتفرق، المهم أرش جزء من المستطيل أبيض زي ما موضح بالظبط، وبكمل الجنب بنفس الطريقة بحيث إن أنا أديله إضاءة. طبعا يا جماعة الأرضية اللي أنا شغال عليها دي أسود مط، أسود بلاستيك مط عادي جدا أو نص لمعة، مفيش أي مشكلة. ودي النتيجة النهائية بتاعتنا كده. يبقى احنا خلصنا الفيديو بتاع النهاردة بخلفية بسيطة وجميلة جدا 3D، اي حد مهما كان يقدر ينفذها بدون ما يلجأ لأي حد، بسيطة جدا مش محتاجة اي تعب ولا تكاليف. لو شايف انك استفدت في الفيديو انزل اعمل لايك للفيديو ده، ولو مش مشترك اشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.